السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ثامن؟ اليوم يمسنا ناخذ الدرس الرابع، مكافحة الفساد من الوحدة طبعا الخامسة. النزاهة ومكافحة الفساد. طبعا عنوان الدرس الرابع هو مكافحة الفساد. طبعا الفساد هو أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه أي مجتمع من المجتمعات في العالم، لأن الفساد يؤدي إلى أضرار ليست فردية وأيضا أضرار جماعية، لأن الفساد يعني اعتداء على حقوق الآخرين وإعطاء الحق لغير صاحبه، يعني بما معناه ظلم. الفساد عبارة عن مظالم، مفسدة اجتماعية تواجه أي مجتمع من المجتمعات إذا ما كان في رقابة داخلية عند الإنسان نفسه، أو كان رقابة خارجية عليه من الأشخاص المحيطين به. فللأسف كثير من أصحاب العمل وأصحاب النفوذ في أي دولة من الدول ممكن أنها تمارس سلطتها الممنوحة لها من أجل إدارة مصالحها، سواء مصالحها الذاتية أو مصالح الناس اللي حواليها يعني المقربين لها. فبنجد أنه رب عمل يقوم بتعيين من هو ليس كفؤ وليس عنده تجربة ولا خبرة ولا مؤهل علمي، ويقوم بتعيينه في وظيفة معينة لمجرد أنه قريب له أو أنه معرفة لديه توسطت له أنه يتعين في هذه الوظيفة. فهذا بما معناه فساد، فساد إداري، فساد اجتماعي يؤثر على المجتمع ككل. فعندما يستخدم الفرد الأسرة عفوا عندما يستخدم الفرد السلطة الممنوحة له استغلال شخصي، استغلال مادي، أو يتهاون في تطبيق القانون، هذا بنسميه ماذا؟ بنسميه فساد. ماذا نسميه؟ فساد. إذا الفساد هو إنه الإنسان الفرد صاحب السلطة، من صاحب رأس المال، يستخدم سلطته الممنوحة له في ماذا؟ في تحقيق مصالح الشخصية أو مصالح الأشخاص المقربين له، سواء كان هذا الاستغلال مادي أو إنه يتهاون في تطبيق القانون. طبعا الفساد له أسباب كثيرة اللي بتجعل الأشخاص إنهم يقوموا بهذا الأمر الغير أخلاقي. طبعا أول أسباب الفساد هو الابتعاد عن القيم الأخلاقية. للأسف كثير من الناس تنازلت وتخلت عن قيمها الأخلاقية وفضلت إنها تمشي مصلحتها الشخصية والخاصة على المصلحة المجتمع ككل، المصلحة العامة. فتخلت عن الصدق، تخلت عن الأمانة، تخلت عن تكافؤ الفرص، تخلت عن الأخلاق الحميدة التي دعانا إليها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بالالتزام بها واتخاذها منهج في حياتنا الاجتماعية. أيضا يمس من أسباب الفساد ضعف الرقابة، إنه ما في رقابة لا داخلية ضميرية من قبل الشخص نفسه، ولا رقابة خارجية على من قبل الإدارة أو المؤسسة التي هو يعمل بها. أيضا الموروثات الاجتماعية الخطأ، إنه لا أنت هذا الشخص بتعرفه لازم تعينه بالوظيفة الفلانية. مثلا شخص جاء إليك وطلب إليك أن تمشي له مصلحة أو تمشي له معاملة وهي غير قانونية، تمشي له المعاملة بهدف الحصول على رشوة من المال أو بهدف إنه تقوى علاقتك الاجتماعية به. أيضا عدم احترام قانون الدولة، إنه ما في احترام لقوانين وأنظمة الدولة وما في تطبيق لها على أرض
الواقع، فبيؤدي ذلك هذه الأمور إلى الفساد الاجتماعي، وحتى أيضا الفساد ممكن يكون في الاقتصاد، في التجارة، في الزراعة. يعني الفساد له أشكال مختلفة يا ثاني. الآن صور الفساد، كيف يكون الفساد؟ يكون بماذا؟ إنه شخص آخر يقدم لك رشوة، يعني مبلغ من المال، مقابل إنك تنجز له معاملة معينة، اثنين، أو تستعجل له بالمعاملة إنها تكون بشكل أسرع. أيضا الاعتداء على المال العام، إحنا بنعتدي لما إحنا نمشي مصلحة بسرعة أو مصلحة غير قانونية، بالتالي إحنا بنعتدي على المال العام. أيضا الاحتيال، إنه إحنا بنحتال أو موظف في مؤسسة بيحتال على المراجعين، إنه مثلا بتكون المبلغ المطلوب لعمل المعاملة مثلا بكون دينار، هو لا بفرض عليه دينارين، فبالتالي هو بيحتال على الناس من أجل أن يأخذ مبلغ من المال لنفسه. أيضا استغلال الممتلكات العامة، الآن هو لما أخذ المبلغ لنفسه على المعاملة وزاد على المعاملة دينار، هو بالتالي بيكون كمان مش بس احتال واعتدى على المال وأخذ الرشوة، لا أيضا استغل الممتلكات العامة المؤسسة التي يعمل بها. أيضا من صور الفساد الواسطة، زي ما حكيت لكم إنه يعين الموظف ليس لخبرته، ليس لكفاءته، ليس لشهادته، بل يعينه لمجرد المعرفة، لمجرد القرابة. طبعا الفساد له آثار كثيرة على المجتمع. من هاي الآثار يا ناس، لما إحنا نعين الموظف في المكان غير المناسب لمجرد المعرفة أو الواسطة أو القرابة، بالتالي هاي الأشياء لها أثار على المجتمع. أول شيء إنه الشخص اللي بيكون درس سنوات طويلة واكتسب كفاءة أو خبرة، لما يتخرج ما بيجد عمل. ليه؟ لأنه العمل هو المفروض يحصل عليه حصل عليه شخص آخر هو غير كفؤ وغير مؤهل لهذه الوظيفة. بالتالي هذا الشخص اللي أمضى حياته يدرس من أجل أن يعمل ويعين نفسه ويعين أسرته، بصفي مع مين؟ مع الفقراء، بصفي فقير بلا وظيفة. وبالتالي لما يكون فقير لإيش بيلجأ؟ بيلجأ إنه يعمل خارج الدولة، بالتالي بيهاجر إلى خارج الدولة اللي هو بيكون موجود فيها. حتى صاحب العمل، صاحب المال عفوا، لما يجد المكان اللي هو موجود فيه في واسطة، في عدم تكافؤ فرص، في تعيينات فقط لمجرد المعرفة، ما في عندنا كفاءات في الدولة، ما في عندنا واسطة، في عندنا رشوة، في عندنا احتيال، بالتالي هذا صاحب العمل يلجأ إلى بيئة أكثر أمان من أجل استثمار أمواله. أيضا أهم شيء إنه القيم الأخلاقية بتنهار، ما في صدق، ما في أمانة، ما في تكافؤ فرص، ما في التزام بالمبادئ الاجتماعية والأخلاقية، وبالتالي هذا يؤثر على المجتمع ويؤدي إلى الانهيارات الاقتصادية على كافة المجالات، سواء صناعة، تجارة، زراعة. طبعاً هاي الأمور كلها يمكن أن تحل. هل الفساد يبقى كما هو؟ ولا هناك طرق وأمور يمكن أني أخفف أو أنه أقضي على الفساد وأكافحه؟ إذا ما هي طرق مكافحة الفساد؟ كيف ممكن أنا أكافح الفساد وأجعله غير موجود في مجتمعاتنا؟ عن طريق المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، يعني يأخذ الوظيفة من يستحقها وليس لمجرد القرابة أو المعرفة. أيضا عن طريق المساءلة، إنه مثلا صاحب العمل
يسأل أو الوزير أو المدير أو الموظف يسأل لماذا قمت بهذا العمل؟ من أين حصلت على هذا المال؟ أيضا الشفافية، لما يكون عندنا شفافية يكون عندنا برنامج واضح للمؤسسة، يكون في عندنا خطط واضحة للمؤسسة، بالتالي الموظف بيلتزم بعمله وبيلتزم بالقانون، وكذلك المراجع الذي يأتي إلى هذه المؤسسة بيكون عارف بالمؤسسة ومنظوماتها وبقوانينها، وبالتالي لا يقع بالخطأ ولا يقع في طبعاً في دائرة الفساد. أيضا التمسك بالقيم الأخلاقية اللي إحنا للأسف كثير فقدناها في زمننا الحاضر، وهي الصدق والأمانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن لا يكذب، ممكن يسرق، ممكن يزني، ممكن يعمل أي شيء، لكن الكذب لا يكذب. أيضا معاقبة مرتكبي الفساد، هاي مهمة جدا. الآن أنت لما تعاقب الموظف اللي عمل الفساد أو ارتكب صورة من صور الفساد، بالتالي أنت عمالك إيش؟ بتعمل حصانة، بتعمل رد فعل عند الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم إنهم يقوموا بالفساد، وبتردحهم، بتخلوهم يمتنعوا عن الفساد. ايضا توعية المجتمع باخطار الفساد انه يؤدي الى دمار المجتمعات ويؤدي الى الدمار الاقتصادي. افتحوا لي الثامن صفحة 47 وعينوا معي النقاط المهمة في الدرس. اولا الفساد، تعريف الفساد هو إساءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد واستغلال الوظيفة سواء كانت في مجال المال أم في التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة. الآن ما هي أسباب الفساد؟ أولاً الابتعاد عن القيم الأخلاقية، 2 ضعف الأجهزة الرقابية في القيام بدورها الفاعل، 3 الموروثات الاجتماعية، 4 عدم احترام القانون. أعطي أمثلة على موروثات اجتماعية خطأ أدت إلى الفساد. أولاً الواسطة والقرابة وتعيين الشخص في وظيفة لمجرد القرابة. السؤال الثاني، كيف يؤثر عدم احترام القانون في انتشار الفساد؟ إنه عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة تؤدي إلى ظلم كثير من الناس وحرمانهم من حقوقهم. افتحوا لي صفحة 48. طبعا أنا نسيت أحكي لكم إن هناك يوم عالمي لمكافحة الفساد، هو 9 كانون الأول، يعني 9-1 هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد. الآن ما هي صور الفساد يا ثامن؟ أولا الرشوة، 2 الاعتداء على المال العام، 3 الاحتيال والتزوير، 4 الواسطة والمحسوبية، 5 استغلال الممتلكات العامة. الآن ما هي الآثار السلبية لانتشار الفساد؟ أولاً انهيار القيم الإخلاقية القائمة على الصدق والأمانة، 2 انتشار النوايا السلبية لدى الأفراد، 3 زيادة نسبة الفقر، 4 التراجع في تقديم الخدمات الأساسية الصحة والتعليم، 5 هجرة أصحاب الأموال والكفاءات إلى خارج الدولة، 6 يؤثر في مبادئ الديمقراطية في المجتمع. الآن ما هي طرق مكافحة الفساد؟ أولاً المساواة بين المواطنين أمام القانون، 2 تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة، 3 الشفافية في وضع القوانين، 4 التمسك بالقيم الأخلاقية، 5 إحالة مرتكبي الفساد إلى السلطات القضائية، 6 توعية أفراد المجتمع بأخطار الفساد وآثاره. طبعاً ظل علينا متبقي فكرة في الدرس، وهي هيئة مكافحة الفساد. هيئة مكافحة الفساد هي هيئة موجودة في الدولة الأردنية، الهدف من إنشائها إنها مراقبة أعمال المؤسسات من حيث مراقبة الموظفين والبحث عن مواطن الفساد
وسواء كان هذا الفساد إداري يتعلق بالإداريين المؤسسة أو فساد مالي من حيث الرشوة والاحتيال وعدم تكافؤ الفرص. إذا هيئة مكافحة الفساد هي هيئة للكشف عن مواطن الفساد المالي والإداري والوقاية منه بهدف الوقاية من الفساد. عندنا في عندنا تعريف يا ثامن صفحة 50، عرف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. هي هيئة مستقلة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه وتنفيذها بصورة مؤسسية للكشف عن مواطن الفساد والتحري عن القضايا المرتبطة بالفساد المالي والإداري. وهيك يا ثامن بنكون أنهينا، ويعطيكم ألف عافية.